على نجوم الفيلم زي الواقع عليك كده، لانك هم متضايقين ومتضررين، لان هو اللي حصل ده يعني ممكن يوقف حالهم في وقت من الاوقات في نجاح الفيلم، وكل واحد تعب بيبقى عايز ينجح. بصي، هم عشان عارفين ان انا مش طرف، هم مش زعلانين مني في حاجه، لان الموضوع باين، وهي رانيا صريحه. خلي بالك، رانيا صريحه جدا. يعني حقيقي. انا لما طلعت اتكلمت كانت ممكن ما قالتش الكلام ده، قالت انا ما اعرفش حاجه عن الاخبار دي وخلاص. هي طلعت اتكلمت بكل مصداقيه ان في كانت اسمها مستاءة مكلمه، جدا وقالت جدا الصراحه. جدا. وقالت الصراحه، وقالت يا جماعه، حتى بتقول انتوا سايبين في القطه وماسكين في الكلب عشان قطه أي سميه، أي الناس ماسكاها برضه على السوشيال. يا لهوي، انا ما اعرفش الناس دي قاعده بتشرب ايه، قاعدين بيشربوا ايه، مخمخوا ازاي، يعني قاعدين بيمخمخوا ازاي. ده انا خايف اتكلم معاكي دلوقتي يطلع حاجات، انا عمال ماسك نفسي، انا لو فتحت خلاص انا ما راحت في حته ثانيه. لا حضرتك وضحت حاجة مهمة جدا، قلت ان الفيلم ده اللي خلاني اعمله ان لو طفلة اغتصبت من حد ما حدش يجي يقول في المحكمة انه مختل عقليا، وان دي انتوا فعلا دي محتاجين حقيقه، ده، دي ده رسالة قانون، مهمة جدا جدا ده جدا قانون، هو جدا. ده الفيلم. انه ازاي يقول لك الفيلم لسه هضرب، يتحول بقدرة قادر من رسالة قيمة زي دي وهادفة زي دي لانه كلب وبتخونه مع كلب، بتخون جثة مع كلب، ايه اللي يعني حصل؟ ايه اللي يبدل وبالذات الاحوال رانيا كده؟ ماسكين لها على الواحده ليه؟ رانيا دي طيبه جدا وجدعه جدا، وليه ماسكين لها على الواحده؟ بجد والله، يعني رانيا دي بتصعب عليها قوي. يعني عن قرب رانيا مش زي ما في البعض متخيلة، اللي هي جريئة جدا وما بيهمهاش حد، بمصلحتها أنانية الحاجات دي. خالص والله لا أوضح ابدا، ده بقى يا أستاذ بلال. لا لا والله، رانيا يا لهوي، رانيا عسل. لا رانيا وسميه ومي سليم ربنا رزقني بيهم في الفيلم ده صراحه. وانا اشتغلت مع ناس كتير، بس دولت في حالهم وناس بروفيشنال وبيبص معاهم حقيقي. ووجع دماغ، ولا متعبين في اي حاجه. والله العظيم بكلمك بجد، مش عشان هم حقيقي. اصحابي، لا لا بجد، ناس في حالها، معاك دفعه فلوس، معاك معاكش، نازلين يشوفوا شغلهم، مش فارق معاهم بريك، مش فاهم معاهم اي حاجه في الدنيا. ناس عايزه تشتغل وتقدم فن، الناس فاهمهم غلط، الناس فاهمه الناس دي غلط. والله الدليل على كده شكرا ان انك فيلم بقاله وضحت سنه، لهم شخصيتهم. فيلم بقاله سنه ما رضيتش انزله، كل ما اجي انا موقف فيلم ليه؟ عايز انزله في ميعاد كويس، انا عايز فيلم يتشاف. طبعا عايز فيلمك ينجح. يعني انا لما اجي، انا النهارده لما اجي انزل فيلمي مع اولاد رزق وهو معمول له دعايه مثلا ب 60 70 مليون جنيه، عمري يبقى ما انت عمري خسران ما حقيقي، يبقى انت ساذج، ما ينفعش. لا، يبقى انا عايز فيلم يتشاف. انا صح. مأخر فلوسي ومأخر دنيتي بسبب ان انا عايز فيلم يتشاف. عايز اقول للناس انا عملت رساله، عايز ربنا يبارك لي لما اجي الناس تتفرج على الفيلم تقول لك الله، احنا فعلا اتعلمنا، الله ده فعلا لا يا ده استاذ ممكن بلال، يغير انا حياتك. هدخل الفيلم وهتفرج، ما دام في رساله هادفه جدا اوعدك ان انا هدخل الفيلم بجد هتدخلي حقيقي يا استاذ هتتفرج بلال، هدخل الفيلم. هتتفرج لا دلوقتي لا يا استاذ بلال، انا بقول لحضرتك قدام الساده المشاهدين كلهم وجمهوري وجمهور قناه صدى بلد، انا هدخل الفيلم. اي حاجه فيها اضافه وجرس انذار ورشد لمجتمعنا وبنحمي بناتنا انا معاك جدا فيها، ربنا هدخل طبعا يخليك يا الفيلم. رب، هسأل ربنا حضرتك حاجة تانية وانت وضحها لنا، نعم. هل فعلا اسم نيرة أشرف طالبة المنصورة خلال الأحداث اللي عمل ده حضرتك تعمدت تذكره تكريما ليها؟ هقول لك اللي حصل بما يرضي، اللي هي ما اتفضل. كانت اسمها نيره، وحصلت الاحداث دي واحنا شغالين بالورق. كانت سميه خشاب قاعده، كان في فيله سميه، حتى هي عارفه الكلام ده. ايوه قالت بلال انا عايزه احط اسم نيره، وكانت سميه زعلانه جدا على البنت دي. قلت لها طبعا. يا سميه، ده هم بيحبوا بعض، طب ما الواد بيقول ان هو خد فلوس، كان السوشيال بقى كان شغال ان هو صرف عليها او عمل. قالت لي بلال انا ماليش علاقه بكل ده، انا ليه علاقه ان في واحده اتذبحت قدامي، شفت منظرها؟ الله. وما قعدت 3 ايام ما بتنامش بسبب القصه دي. وحتى لما جت اول يوم الافتتاح قالت انا بهدي الاسم ده ليها، لان انا فعلا عايز حقها يرجع. ما هو ده اللي احنا بنتكلم فيه، ان كل واحد بيعمل غلطه يقول لك اصل انا مريض نفسي، اصل انا مريض نفسي. يجي صح. دكتور لسه متخرج مش عارف حاجه يقول له طب والنبي، انا ما اقصدش في دكاتره كتير محترمين، انا بتكلم عن الناس السلبيين. يقول له طب اعمل لك شهاده يا عم اللي انت معاق ذهنيا وخد 3 سنين. يبقى انت ذبحت واحده عمرها، الاهالي هيفضلوا عمرهم كلهم ندمانين عشانها. عشان لا، احنا كنا عايزين نوصل الرساله دي بشكل قيم، في ظل ان في تغيير في البلد، وفي ان السيد الرئيس في فاتح قضاء واعي مخه واعي حقيقي. جدا، ومبقاش فيه، تخيل اي حد بيغلط دلوقتي حتى لو نجم، تعالى ده النجم بيتعاقب اكتر. يعني انا، طب ما انا بنتج لعصام صاصه دوت، واول ما حصل عليه اذا دروب على طول القانون نفذ، مع ان لو شخص عادي كان ممكن، والله بكلمك جد كان ممكن عادي، لكن ده عشان مش شخص بقى عادي، طب تعالى دايما حياة النجوم بتبقى العقاب الطقطقين. حلو، واحنا معاكي، وخلينا كده، وخلينا كلنا. انا بقى واحد انا دلوقتي كمنتج اتضريت، اخد حقي منين بقى؟ من 100 صحفي؟ انت عارفه في كام موقع مشاير؟ ده 1000 موقع. احارب مين ولا مين ولا مين ولا مين؟
لما الاقي كلب محطوط صورته على غلاف وحاطين اسمي انتاج شركه الكينج بلال صبري ومشاهد كذا، ده يرضي ربنا؟ لا ابقى انا تعبان في فيلم بملايين وسايب دنيتي، وشقيت على الفيلم ده كتير قوي، اكتر الافلام اللي انا شقيت عليها. انا في افلام كتير قوي ولا في دماغي الا الفيلم ده بالذات، والمسلسلات اللي عملتها كلها مش في دماغي الا الفيلم ده. ما اعرفش ليه انا بحبه وحاسس ان هو رساله حلوه بصراحه.